عقل. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا خالد قال إن له إيه؟ إن له عقلا أرجو أن لا يسلمه إلا إلى خير. أسلم سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شو هذا الحمصي فرح لما سمع باسم خالد. إيه كلنا أفرح أنه عندهم في حمص سيدنا خالد، مو بس حماصنة، لكل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو سليمان خالد ابن الوليد، خالد ابن الوليد سيدنا عمر لما توفي سيدنا خالد قال عجزت النساء أن تلد مثلك يا خالد، ألا فلتبكي البواكي على أبي سليمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله أكبر. سيدنا خالد ابن الوليد يا حبيبي سيف الله المسلول، لكن ما قتل قتلا، مات من غير قتل، مات لأنه لو قتل لقال أعداء الإسلام كسرنا سيف الله. والنبي عليه السلام قال عنه أعطاه هذا الوصف الشرف العظيم، أنت سيف الله، لو قتل لقال الكافرون كسرنا سيف الله، لذلك ما استطاع أن يقتله أحد، مع أنه خاض 30 معركة. سيدنا خالد بن الوليد خاض 30 معركة في سبيل الله. نحن الآن نريد أن نمن على ربنا أن والله مع البرد جينا قعدنا في الجامع وما في تدفئة، فاكرين حالنا فتحنا القسطنطينية، إيش صنعنا نحن؟ والله عيب علينا، إيش صنعنا؟ إيش صنع؟ والله شيء مش مخجل، ما صنعنا شيئا. فقد أنه جيت حضرت درس علم بالبرد أنت. خاض سيدي أبو سليمان 30 معركة بين السيوف والسنان والسيام. كما قال الشاعر 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صاليها، ولم تجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. خالد هيدي أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وعنا بهم عن الصحابة وعن الصحابة أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب، عافنا يا رب، سلمنا من الارتياب وسلمنا من الزيغ والضلال الذي وقع بها هؤلاء المنحرفون يوقعوا فتنة بين خالد وبين سيد عمر. أعوذ بالله. سيدنا خالد من جعل وصيا على أهلي بعد مماته؟ جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله من جملة أزواجه من بنت سيدنا علي بن أبي طالب أم كلثوم. أم كلثوم أم كلثوم أرسلها سيدنا علي رضي الله تعالى إلى سيدنا عمر ووضع في ذيلها شيئا من التمر، قال اذهبي إليه نعم فسليه هل نضج هذا التمر. هي مسكينة صغيرة ما تعرف إيش معنى هذا، هو أرسلها أبوها من أجل أن يراها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. نظرة الخاطب فثابت، قال أرسل لي أبي، قال انظر هل نضج التمر، أخذ تمر وجعل يصوب نظره فيها. وهذا جائز، نظر إلى وجه المخطوبة. نعم نظر إلى فأكل، قالها قولي له نضج ويؤكل، نضج ويؤكل. نعم ثم جذبها من ثوبها هكذا مزعها، قلت له لولا أنك أمير المؤمنين لصفعتك. رجعت إلى أبيها وأخبرته بذلك، قالوا ويحكي إنه زوجك زوجها إياه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما هذا العدل عن سيدنا عمر؟ بنت تقول له لولا أنك أمير لصفعتك. والله الله أكبر، الله أكبر. قبل خليكم نقرأ عن سيدنا مخرمة، صحيح البخاري قالنا بعد الظهر اليوم عدلهم هذا حديث يروي مسور ابن مخرمة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أقبية بين أصحابه، فمخرمة ما وصله شيء من هذا وقال لولدي هيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولده مسور، نعم اسمع يا مسور، قال لولدي مسور ادعوه إلي، قال له إذا ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. الله أكبر الله أكبر. فدعاه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ما هو دخل عليه قال له ادعو إليه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين يعلمنا التواضع. خرج إليه يقول، فقال لولدي إنه
إنه ليس بجبار، هذا نبي ليس بجبار. إنه إيه خرج أدعو لي مسورة، قل أعظمت ذلك أنا هذا، أن النبي عليه السلام وخرج إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. يا حبيبي، فالإيمان بالله ورسوله، لك ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم من غير ارتياب، ها من غير ارتياب، هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة. إيه، وفي الآية أيضا والمجاهدة بالمال وجاهدوا بأموالهم. الله أكبر، هذه فرصة الآن ثمينة يا أهل الشام، يا أيها المسلمون في الدنيا كلها، إغاثة إخوانكم المنكوبين. كل يوم ترى حالات من هؤلاء الصغار، الأطفال والنساء، الله أكبر، لا بيت ولا أب ولا أم عنده. مجاهدة بالمال هو السخاء، الله أكبر، الذي يرجع إلى قوة الشهوة، الله أكبر. الله يوفقنا، اللهم قنا شح أنفسنا، يا رب لا تجعلنا من كلاب الدنيا. شيء مقيت هذا الشح، معك مال الآن وفرصة الآن، ميدان فسيح للتسابق بالخيرات وتحرم من هذا. والمجاهدة بالنفس يا حبيبي، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا ما صنعه الصحابة كرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم. سيدنا عكرمة رضي الله عنه في معركة اليرموك كان رئيس أركان الجيش الإسلامي، خلع درعه يريد الشهادة، سيدنا خالد قال يا عكرمة أنت الآن تعينني على تنظيم الجيش، قال إليك عني يا أبا سليمان، كنا في الجاهلية نجود بها في سبيل اللات والعزة، أفلا نجود بها الآن في سبيل الله؟ قال عد درع ونالها الشهادة. نسألك يا رب، قولوا أمين، لا تخاف يا ولد، نسألك شهادة في سبيلك مع العافية والإكرام. إذا نلت الشهادة بصير تقعد مع سيدنا خالد ابن الوليد، شو بدك أحلى من إيه؟ اللهم أسألك شهادة مع العافية، هكذا قل. وين هذا صاحبك عمار؟ قال يا رب شهادة مع العافية، سبحان الله. قال يا رب ما بدي لا ينقطع رأسي ولا إيدي، قال له مع العافية. والله وجدوه مثل القمر هكذا، شظية من شظايا هذه القذائف نزل في رأسي مثل القمر وجدوه. قال له يا رب من غير أنه يتقطع جسمي، مع العافية، عمر 18 سنة. يا رب يا رب، الله يرضى عن سيدنا مصعب ابن عمير، الله أكبر. سيدنا مصعب كان من المنعمين في مكة، كان إذا خرج مشى في الطريق النساء تفتح أبواب تنظر إليه، إلى هيئتي وإلى لباسي وإلى جمالي وطيبه وإلى وإلى، اتناق الإسلام خلاص، الله في سبيل الله. هذول التلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، رهبان في الليل أسود في النهار، الله يوفقنا، شد الهمة يا شباب في طاعة الله وعبادته. أسلم الله وتعلم القرآن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم أهلها، معه يا طلاب علم يا أهل القرآن أيها الشيوخ، قوموا علموا أمة الإسلام، قوموا انشروا العلم في كل مكان. سيدنا مصعب ما ترك بيتا في المدينة إلا وأدخله القرآن.